أدى رسالة المجد على أجمل وأكمل وجه، واستمر في صناعة وتمكين وطنه معانقا به قمم العالم، ومد روحه الطيبة قبل كفه، مصافحا شعبه الذي قاسمه المحبة والولاء والطاعة، ثم رحل تاركا أثرا لن ينساه الإماراتيون، كما لن ينساه تاريخ العالم. الشيخ خليفة بن زايد يجاور والده المؤسس تحت الثرى بعد أن علق ذكرهما فوق الثريا. إلى رحمة الله. رحم الله الشيخ خليفة بن زايد، وكنا معكم في حلقة خاصة في حلقة الأمس مع الزميل جمال المعيقل وضيوفه للحديث عن تفاصيل هذا الحدث الحزين الذي سكن حزنه كل بيت خليجي وعربي وعلى مستوى العالم، لما للشيخ خليفة من مآثر تذكر دائما وتخلد في تاريخ ومسيرة هذا الرجل. سنتحدث أيضا عن هذا الموضوع وغيره مع ضيفي الذي ينضم إلي من استديوهاتنا في جدة، الدكتور خالد بطرفي المحلل السياسي المعروف. دكتور خالد، مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. العفو أخ مفرح، شكرا لك. عشنا جميعا يعني منذ نهار الجمعة يعني حدث وفاة الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، كيف تعلق على سيرة ومسيرة هذا الرجل وما بناه في دولة الإمارات العربية المتحدة؟ أبرز ما في سيرة هذا الرجل إنسانيته، يعني وأنا أبحث في تاريخه وجدت أنه أول ما تولى في 2004 أنشأ لجنة سميت باسمه، لجنة الشيخ خليفة، مهمتها إعانة الناس على تحسين أحوالهم، تقديم قروض لهم لبناء عمائر تجارية واستثمارية لتحسين معيشة المواطن البسيط. هو أشعر بمعاناة المواطن عندما عاد من بريطانيا، وكان طبعا طالب في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وهي ما هي من لها من السمعة كبيرة، تخرج منها كثير من القادة ومنهم قادة في دول الخليج والأردن وغيرها. تخرج منها وعاد ليتولى القضاء أو المحاكم في أبو ظبي، فكان قريبا من معاناة الناس وشعر باحتياجاتهم بشكل مباشر، وعندما تولى أنشأ هذه اللجنة التي نجحت في تحسين أحوال المواطنين إلى حد كبير، لكنه لم يتوقف عند ذلك. لم يتوقف عن مساعدة المواطن والمقيم، فانطلق ليساعد المواطنين والمحتاجين في 40 دولة في العالم من خلال مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية. فشخصيته الإنسانية في تصوري هي أبرز ما تميز به الراحل العظيم. نعم دكتور، بلا شك يعني كل اللي ينظر إلى تاريخ الإمارات يعني في فترة ما بين 2004 إلى 2022 شهدت البلاد ما يمكن تسميته نقلة نوعية كبيرة جدا على مختلف الأصعدة، وهو استمرار لما أسسه الشيخ زايد رحمه الله. ما أسرار هذا البناء، هذه النقلة، هذا الوصول بدولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة إلى ما وصلت إليه على كل المستويات سياسيا وغيرها؟ الإمارات بدأت منذ التسعينات من القرن الماضي في إنشاء بنية تحتية حديثة ومتطورة وشاملة لكل المدن والمناطق في الإمارات، في السبع الإمارات. هذه البنية التحتية شملت مطارات حديثة، شملت مدن صناعية، مناطق حرة، شملت موانئ عديدة متطورة أصبحت تنافس اليوم هونغ كونغ وسنغافورة
وهي أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأقصى، والتي كانت في الماضي هي الجسر بين الشرق والغرب. اليوم أصبحت دبي وأبو ظبي من الجسور التي تصل آسيا بأفريقيا وأوروبا. هذه البنية التحتية المتميزة التي يشعر بها الإنسان عندما يحلق فوق أحد المدن الإماراتية، يرى هذه الناطحات السحاب، يرى هذه الطرق، يرى الخدمات المتطورة مثل النقل العام بالمترو والريل والتاكسي البحري وغيره، يشعر بأننا أمام خطة استراتيجية متكاملة ورؤية كبيرة ومتكاملة وليست مجرد مشاريع متراكمة. لذلك أنا أعتقد أن النقلة الحضارية التي حققتها الإمارات بدأت عندما أنشأوا هذه البنية التحتية المتطورة، وعليها بنيت كل هذه البنى الفوقية التي وصلت بالإمارات إلى ما وصلت إليه من تطور وتقدم، حتى أنهم أرسلوا مستكشفا للفضاء وصل إلى المريخ. نعم، معي على الهاتف ينضم الآن الأستاذ سالم الجهوري، وهو الباحث العماني المعروف. أستاذ سالم، مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج وانضمامك إلينا. مساء النور، ونحييكم ونحيي أيضا متابعيكم على شاشة روتانا. أهلا. ضيفي من جدة الدكتور خالد باطرفي عرج على الجانب الإنساني والسياسي في عهد الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله. إذا أردت أن تقف عند أبرز المحطات التي يمكن أن نسميها نقاط تحول في مسيرة الشيخ خليفة له ولوطنه الإمارات، ما هي؟ شكرا مرة أخرى. يعني أنا أميل كثيرا إلى الوصف الذي قيل بأنه كان يمثل ظل الشيخ زايد، فهو الذي تربى في 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 الدائرة القريبة من الراحل طيب الله ثراه الشيخ زايد بن سلطان العيان، الذي أسس أيضا دولة الإمارات العربية المتحدة بنهجها الجديد، ومع أخوته حكام الإمارات الأخرى في إنشاء هذا الاتحاد. كان الشيخ خليفة كان ظل هذه المنجزات التي تحققت في عهد الشيخ زايد، وكان قريبا من والده. وفي نظري أنه عندما رحل الشيخ زايد كان الشيخ خليفة حاضرا وكان جاهزا أيضا للمهمة، ولم يكن ذلك يمثل عبئا عليه كونه مارس أيضا إدارة الحكم وإدارة الأمور الداخلية في إمارة أبو ظبي، وهذا أدى إلى توالي الإنجازات والانفتاح لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى ما حققته من ازدهار، وإلى أيضا ما قدمته للعالم على الصعيد أيضا السياسي والعلاقات التي ساهمت في أيضا تفعيل دور الإمارات. و النقطة الثانية كانت له بصمة كبيرة وواضحة في مسيرة مجلس التعاون، فكان دائما يمثل ذلك الوجه الذي يحاول أن يقرب بين المواقف وأن يدعم هذه المسيرة وأن يحرص على استمرارها وعلى بقائها. وما كانوا يقوم ما كانوا يقوم به الآباء المؤسسون ومن بعدهم الجيل الذي أتى، في نظري هو الذي قوى مجلس التعاون، وهو الذي وقف ضد أيضا غزو الكويت، وهو الذي حمى هذه المنطقة من الحرب العراقية الإيرانية ومن شرورها التي يعني طالت مياه الخليج ولامست أيضا الأراضي الخليجية، وبعضها أيضا تعرض لهذا القصف في هذه المعركة نظرا للتقارب الجغرافي. كان الشيخ خليفة كان واحدا من الزعامات الكبيرة التي استطاعت أن يعني تساهم في نجاة مجلس التعاون من الدخول في تحالفات مع دول إقليمية ضد دول إقليمية.
نعم وهذا أستاذ حقيقة يكتب له. الأستاذ سالم الجهوري من عمان، الباحث العماني، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في أهلا. دكتور خالد، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد وغفر له وأسكنه فسيح جناته في الجهة الأخرى بعد تولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة البلاد، كيف تقرأ المرحلة القادمة للإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد؟ الشيخ محمد يأتي رمزا للاستمرارية التي بدأت منذ والده الشيخ زايد وتوحيده للإمارات العربية المتحدة وترأسه كأول رئيس لهذه الدولة، ثم الشيخ خليفة الرئيس الثاني، والآن نحن أمام الرئيس الثالث الذي يأتي مكملا لمشروع كبير، مشروع اتحادي، مشروع حضاري، مشروع نهضوي كبير انطلقت به الإمارات وأصبحت رمزا يحتدى ومثلا يقتدى في العالم الثالث وفي العالم الذي العربي والذي يطمح إلى أن نصل إلى مرحلة نتجاوز فيها كل العقبات، كل التحديات، تحديات الأرض، تحديات محدودية الخبرة، تحديات مع محدودية عدد السكان، كل هذه تغلب عليها واستطاع هو وإخوته أن يحولوا هذا البلد الذي لم يكن له موردا غير البترول إلى بلد متعدد الموارد، بلد ناشط في كل المجالات، في مجالات الحيوية، في مجالات الصحة والتعليم والعلوم والفضاء والطاقة المتجددة، له بصمته في العالم. اليوم الإمارات رئيسة مجلس الأمن، اليوم الإمارات هي شريكة مع المملكة العربية السعودية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في التحالف الإسلامي، في كل المشاريع الوحدوية العربية، في كل المشاريع الإسلامية، وفي كل المشاريع الخليجية. نحن نفخر حقيقة بما تحقق في الإمارات، لأننا كما قال الأمير خالد الفيصل قولته الشهيرة: السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، فما يتحقق في الإمارات هو نصر وفخر لنا، وما يتحقق في السعودية بلا شك هو نصر وفخر لكل إماراتي. الدكتور خالد باطرفي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك ولانضمامك معنا في أهلا. ما أسسه زايد وبناه خليفة يواصله محمد، هكذا يقول تاريخ الإمارات وهكذا سيقول مستقبله. في الحياة السياسية كان عام 2003 نائبا لولي عهد أبوظبي، وفي 2004 وليا للعهد، وأصبح في 2022 رئيسا للدولة. وقبل هذه التواريخ وأثناءها دخل التاريخ العسكري والإنساني والاجتماعي والتعليمي، حتى أصبح له في كل بيت إماراتي أثر ترسخه المحبة، وكما كان شاهدا ومشاركا في رفعة وطنه في كل المراحل السابقة سيكون صانعا لمجده في المراحل القادمة. الشيخ محمد بن زايد، الرجل الذي تسمو به الإمارات.